ويشهد لكم الزمن وجميع الذين أتوا إلى هذا المكان بالكرم والضيافة. إذا كانت هنالك امرأة خادمة للحسين ومخلصة وجندت نفسها لخدمة المنبر الحسيني حتى عرفتها المواكب الحسينية والباحثين عن الماء، صاحبة نظرية خطية الحسين ما شرب ماي، امرأة بسيطة جدا ولكنها تمتلئ دموعا وحسرات على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، انحنى ظهرها ولكن دموعها لا زالت واقفة، لا زالت تجد صعوبة في المسير إلى أبي عبد الله، ولكن خيالها يتجول في منطقة ما بين الحرمين، صغار كبار والتوها صدق تقهر كلها تقول خل تتفضل أم مزهر. خلونا نحيي أم مزهر. ما شاء الله الحسين ذكري محمد وآل محمد. شكرا جزيلا، نحييها مرة أخرى بذكر محمد وآل محمد.